نروح لخبر آخر، وطائرة تغير مسارها. فاجأت آلام الوضع امرأة على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في رحلتها من نجمينا إلى القاهرة، حيث تحولت كابينة الطائرة إلى غرفة عمليات حتى وضعت الراكبة مولودها بسلام، وألف الحمد لله على سلامتهم الاثنين. طبعا الطائرة كانت في طريقها من العاصمة التشادية إلى القاهرة، ولكنها هبطت في أسوان للاطمئنان على سلامة الراكبة ما شاء الله، كيوت ومولودها كيوت كيوت، الجديد. ألف ألف مبروك، كيوت كيوت، حبيته. ما شاء الله تبارك الله، يعني تصير هذه المواقف كثير نشوفها في الطائرات، ولكن يعني صراحة أن المفروض يعطوهم تذاكر مجانية مدى العمر، خصوصا هذا المولود ايوه ما شاء اللي الله ما ولد شاء في الله عليه، الطيارة. الله يحفظه. كركور، أنت وين ولدت؟ نعم وين انا ولدت في ولدت؟ جدة، ما شاء الله في تبارك البيت مو في الله. الطيارة، لا في تخافي. البر ولا لا في في البر، في البر الهواء؟ في المستشفى زي الناس. ما شاء الله. أقول لك أنا وين ولدت؟ فين خميس طيارة؟ مشات. نعم الخميس مشات. ما شاء الله، والله والنعم، الله يعطيك العافية والصحة، الله يعافيك. ونورت جدة. نورك. سبحان الله، انولدت وقت حرب الخليج، يعني ما أعرف، حظ سبحان الله. الحمد لله على كل حال، الله يعطيك الحمد العافية لله والصحة. الحمد لله. أنا حبيت المولود، أنا المولود الصغير ممكن أتمناه؟ لا، عند أمه. ليش تتبناه؟ يصير لا، الأمور أنت أصحاب بنزوجك كركور، وإن شاء الله نشوف أولادك إن بإذن شاء الله الله يا رب، الموسم الجاي. إن شاء الله أهم شيء لقيت العروسة ولا لسه؟ إن أنا شاء الله. المفروض ما أسأل ذا السؤال لايف. تختاري لي أنتي. إن شاء الله بإذن الله. طب وش المواصفات عشان أشوف أختار لك؟ أواها حلوة وشعرها أصفر وحولة. إيش معنى يعني شعرها أصفر؟ ليه ما قلت شعرها أسود؟ خلاص طيب، شعرها أسود إيش أخضر، فيهم؟ أهم شيء يعني تكون كذا كيوت. حلو، إن شاء الله إن شاء الله يا رب. بندور لك واحدة أطول منك شوية. لا خليها أقصر مني، حرام، عشان أنا الله قلت أسوي الله نفسي قوي أطول قدامها. منك، عشان كل مرة أنت تطول ما تقصر. أيوه، عشان لما هي تكون أطول مني هتفتري فيا، هتضربني. لا يرضيكي؟ لا، بنشوف يرضيكي لك أغسل واحدة مواعيني؟ إن شاء الله أنها يرضيكي أضرب؟ كويسة، وإن شاء الله أنها بتسمع أيوه، كلامك أنا أبغى واحدة أنا وتسعدك يا أسيطر رب. عليها، مو هي تسيطر عليا. خلي بالك على الموضوع، بتختاري العروسة لو سمحتي. إن الله شاء الله. يخليك. إيش تبغى برجها؟ نعم؟ ايش تبغى برج؟ هذا سؤال مهم ترى صار الحين. أهم شيء يعني يكون حتى لو برج الحوت، أهم شيء تكون كذا كيوت. الله، يلا يا بنات، برج الحوت. حتى لو برج التنين لو فيه، أهم شيء تكون حلوة وكيوت. حلو، ما ادري، فجأة حسيت اني خطابة في البرنامج. الله يستر منك يا كركور. ما أنت بتخطبيني، لازم تدلع من حكي. ما بشوف لك ان شاء الله باذن الله. طيب.